الحكاية، حكاية محفوظة في سجل العطاء يتلوها جيل بعد جيل، حكاية حراس وحماة وطن تعاقبت دفعاتهم تنهل من العلوم الأمنية في أروقة أكاديمية من أرقى أكاديميات الشرطة في العالم، أكاديمية الشرطة المصرية، مصنع الأبطال. على أبوابها يتوافد الآلاف كل عام من شباب مصر الواعد يحدوهم الأمل في الانضمام إلى صفوف الأبطال بعد اجتياز اختبارات القبول بالأكاديمية، وفي سبيل تأهيل هؤلاء الشباب لحمل رسالة الأمن تتبنى الأكاديمية منهجية تدريبية تتضمن أحدث وأرقى أساليب التدريب الأمني. بالإضافة إلى دراسة أحدث العلوم القانونية والشرطية والإنسانية والاجتماعية بهدف تطوير قدرات الكوادر البشرية الأمنية، تقبل كلية الشرطة الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها بنظام الدراسة لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى ما تم استحداثه مؤخراً بقبول الطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بنظام الدراسة لمدة 2 عامين، وكذلك الحاصلين على المؤهلات الجامعية في التخصصات المختلفة للدراسة لمدة 1 عام دراسي. وتأكيداً لدور مصر المحوري في محيطها الإقليمي، تقبل كلية طلبة الدول الإفريقية للدراسة بها في منحة دراسية لمدة 2 عامين. Bonjour, je suis Boris Maléolo, âgé de 28 ans, de la République centrafricaine. J'étudie à l'Académie de la police égyptienne. Selon le système de 2 ans dans le cadre du système subventif égyptien aux pays africains, le processus de l'éducation et de la formation suscite un grand intérêt. Je suis fier de fréquenter l'Académie de la police égyptienne. Je vous remercie. ويتلقى الطلاب تدريباً أمنياً رفيع المستوى على يد نخبة من أفضل المدربين الأمنيين في ميادين تدريبية حديثة متطورة. تجعل من خريجي كلية الشرطة نموذجاً فريداً من رجال الأمن على المستوى الإقليمي والدولي. وتشتمل منظومة التدريب على أنماط متنوعة من ميادين التدريب التي تعد الأحدث في العالم. ميدان التدريب القتالي، ميدان الجبال، ميدان التحدي والقوة البدنية، القرية التكتيكية، صالة الألعاب الرياضية، ميدان الرماية بالمحاكاة السيميليتور، قرية المحاكاة بالمناطق الخطرة غير الآمنة. ميادين تكتيكات الرماية القتالية، ميدان قيادة السيارات في الأرض الوعرة، بالإضافة إلى ميادين التدريب الفني الأمني على أعمال التخصص الوظيفي
الحماية المدنية والمرور. وتعمل الأكاديمية جاهدة على تحديث وتطوير تلك الميادين بصفة مستمرة وتزويدها بأحدث مساعدات ولوجستيات التدريب مواكبة للتطور المستمر في مطلوبات العمل الأمني وحفاظاً على الريادة التدريبية الأمنية. وقد قامت أكاديمية الشرطة مؤخراً بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع عدد من المؤسسات العلمية والأكاديمية من أجل تنمية قدرات طلابها في مجال تعلم اللغات الأجنبية الإنجليزية، الفرنسية والألمانية. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin noch Student im zweiten Studienjahr an der Bozai Akademie. One of the most important strategies embraced in addition to physical preparation is teaching languages such as English, French and German, as well as postgraduate studies. Through the cooperation of Faculty of Law in Shams University and Faculty of Al-Sunnah in Shams University and the American University in Cairo. La Faculté de Police s'intéresse d'améliorer le niveau scientifique et juridique des étudiants en créant un protocole de coopération avec la Faculté de Droit à l'Université en Shams pour organiser ou pour obtenir un diplôme supérieur de droit public et un diplôme de droit privé sous la surveillance des meilleurs professeurs de droit en Égypte. وقد حرصت أكاديمية الشرطة على تحديث وتطوير برامجها التعليمية والتدريبية لتقدم رجل أمن مزود بالقيم الانضباطية والأخلاقية قادر على مواجهة التحديات الأمنية في سبيل الحفاظ على أمن وأمان الدولة المصرية التي كانت ولا زالت مستهدفة من قوى الشر والإرهاب، ولكنها بعون الله ستظل دائما وأبدا سدا منيعا أمام كل من تسول له نفسه المساس بأمن شعبنا ووطننا الغالي.